حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بأهم العناوين. في صحيفة المدى: كسبة غاضبون من تعطل أرزاقهم، حظر التجوال ليس حلا. في شفق نيوز: مقتدى الصدر يعترف بصراع داخل العائلة الصدرية ويلوح إلى عدم مشاركة تياره في الانتخابات. أما في الزمان فتعليق التظاهرات عقب مهلة مشروطة لاختيار المحافظ ومحاسبة القتلة. في عرض 21: قطع الطرق الرئيسة في بيروت احتجاجا على انقطاع الكهرباء. وعنونة القدس العربي: نتنياهو: إيران مسؤولة عن تفجير سفينة إسرائيلية في الخليج. في العرب اللندنية: تراجع زخم التوافق على السلطة الليبية الجديدة. وفي صحيفة لوموند: في مخيم بلاط الفلسطيني استعدادات في حركة فتح لمعركة خلافة عباس. خلاف إيراني تركي حول انتهاك سيادة العراق. إذا تصاعدت الحرب الكلامية واستدعاء السفراء بين طهران وأنقرة أمس، وذلك بعد تصريحات لإرج مسجدي السفير الإيراني في العراق في حوار مع موقع روداو التابع لإقليم كردستان العراق، استنكر فيه أعمال الجيش التركي ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني، وقال إن تركيا عليها أن تغادر العراق وأن تحترم أراضيه، وأكد رفض التدخل العسكري في العراق. فقد تناسى أنه أول منتهكي السيادة العراقية، وهذا ما جاء في تقرير لصحيفة القدس العربي. ركز الرد التركي على نقطتين: الأولى هي ضرورة دعم إيران لتركيا في مكافحتها للإرهاب، وهو شعار تستخدمه طهران لتبرير تدخلها أو نفوذها العسكري في عدة بلدان عربية. والثانية هي أن سفير إيران في العراق هو آخر شخص يمكن أن يلقن أنقرة درساً في احترام حدود العراق. يشكل قضاء سنجار شمال العراق منطقة توتر بين البلدين، ولكن لسببين مختلفين. فإيران تقوم باستخدام المنطقة كمعبر لميليشياتها بين العراق وسوريا، بينما تقوم تركيا بملاحقة الحزب الكردي المسلح الذي تعتبره تهديدا خطيرا لأمنها القومي، وخصوصا بعد عملية جرت منتصف الشهر الماضي واتهمت فيها أنقرة حزب العمال باغتيال 13 مدنيا تركيا عثر على جثثهم في كهف في شمالي العراق. ما تقوم به تركيا مؤخرا هو عمليات انتقام لمقتل مواطنيها، غير أنه جزء من حرب طويلة الأمد بين أنقرة والحزب المسلح. أما التواجد الإيراني فهو جزء من استراتيجية كبرى لاستتباع العراق ولتوسيع امبراطوريتها العسكرية ونفوذها في المشرق العربي وتعزيزه في سوريا ولبنان. يدرك السفير الإيراني طبعا أنه يسيء إلى العراقيين ولسيادتهم حين تدافع عنها دولة تقوم بما يقارب الاحتلال والتدخل العسكرية والسياسية والأمنية والاقتصادية في شؤونهم اليومية، ويسهم أنصار هذه الدولة المسلحون طبعا في قمع أي محاولة استقلال عراقية، ويناهض أو تناهض هذه الدولة بقوة محاولات المحتجين العراقيين لتغيير واقع الفساد والتبعية الذي يسود البلد. ويدرك هو أيضا أن تدخل بلادي في العراق هو استدعاء مضمر لكل أنواع الاحتلالات الأخرى. الكاتيوشا تفتح ملفات العراق الساخنة، هذا عنوان مقال نشره موقع عربي 21 للكاتب صادق الطائي. جاء فيه: هذه الأيام يشهد العراق مخططا مشابها لما حدث قبل أكثر من سنة،
شهد العراق مؤخرا 3 هجمات بصواريخ الكاتيوشا على مصالح أمريكية وبعثات دبلوماسية، وكانت البداية بالهجوم الصاروخي يوم 15 من شباط الحالي على قاعدة حرير والتي يوجد فيها عسكريون أمريكيون بالقرب من مطار أربيل الدولي، إذ أسفر الهجوم عن قتل متعاقد أجنبي ومواطن مدني وإصابة 8 آخرين بينهم جندي أمريكي بجروح. المراقبون الأمنيون أشاروا إلى أن اسم الفصيل الجديد الذي يكون مجرد ستارة تختبئ وراءها الفصائل الولائية القديمة المقربة من طهران التي سعت لإخفاء هوية المنفذين الحقيقيين للضربات لأسباب مختلفة. لكن من دراسة طبيعة الضربات والمنظومات الصاروخية المستعملة والأهداف التي وجهت لها الضربات، يتضح أن المنفذين هم ذاتهم الذين تبنوا عمليات سابقة أعلنت فصائل مثل حزب الله العراقي وعصائب أهل الحق مسؤوليتها عن تنفيذها. لكن السؤال الأبرز الذي دارت حوله القصص الإخبارية هو التساؤل عن توقيت وسبب تصعيد التوتر مع الولايات المتحدة حتى وصل الأمر إلى الضربات العسكرية. وقد قرأ بعض المراقبين الأمر على أنه نوع من جس نبض حكومة طهران لمدى صبر إدارة بايدن عبر الضغط على الإدارة الأمريكية الجديدة لدفعها للتسريع بالعودة للاتفاق النووي، ومع أن الأمر قد يقرأ على عدة أوجه أخرى، إلا أن الموقف الرسمي الإيراني سرعان ما نفض يده من المسؤولية ونفى أي علاقة له بالتصعيد العسكري ضد الوجود الأمريكي في العراق. موقف حكومة الكاظمي من التصعيد كان ضعيفاً كما هو متوقع منها. اختيار مكان الضربة الأمريكية داخل الأراضي السورية حمل عدة رسائل، أبرزها تمسك رئيس بايدن ببقاء القوات الأمريكية في سوريا غرب الفرات وعددها الآن أقل من 1000 عسكري تقريباً، وأن الضربة التي نفذتها طائرات أمريكية مسيرة داخل الأراضي السورية جنبت الأمريكيين إحراج الكاظمي، فيما لو كانت هذه الضربة قد وقعت داخل الأراضي العراقية. بعد تاريخ مثقل بالدماء أصبح المواطن العراقي لا يتمنى سوى أن ينتهي زمن الخوذ الحديدية وزوار الفجر وأن يعود إليه وطنه مدنيا متحضرا من دون مقاومة شعبية وحرس قومي موكلين بحماية الرئيس المفدى، بحسب وصف إبراهيم الزبيدي في مقاله عن السياسة الأمريكية في العراق والذي نشرته صحيفة العرب اللندنية. الجنود الأمريكيون وحلفاؤهم الإيرانيون فقد اجتثوا الدولة العراقية كلها من جذورها، وقتلوا واعتقلوا وأحرقوا ونهبوا واغتصبوا وشردوا وهجروا وفعلوا ما لم يفعل ربعه العسكريون العراقيون في جميع انقلاباتهم السابقة، ثم أقاموا عندنا إقامة تدل ظواهرها على أنها إقامة دائمة، فلم يعودوا إلى ديارهم بأسابيع ولا بشهور ولا بسنين، ولا يبدو أنهم سيغادرون. ثم برغم كل ما أصبح عاديا في عراق الإيرانيين من ظلم وعدوان وإفقار وإرهاب، ورغم سطوة سلاح الميليشيات على الرئاسات والقضاء والوزارات وعلى التجارة وبيوت القمار والمخدرات والدعارة، فقد ظلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة تتعامى ولا ترى أي شيء منه، وتمتدح الديمقراطية فيه وتدافع عنها بضراوة، حتى ظهر الرئيس الجمهوري الآتي من خارج المنطقة الخضراء الأمريكية فرأى أن ما تفعله إيران بالعراق شر وما يفعله وكلاؤها به شر، فحمل عليهم وعليها العصا الأمريكية الغليظة وأشعل في نفوس العراقيين الأمل في خلاص قريب. نعم، إن العراق أولوية أمريكية دون شك، ولكن لكل رئيس أمريكي فهمه لمعنى الأولوية وحدودها وأبعادها وأهدافها. ألا تعلم دوائر المخابرات الأمريكية المتغلغلة في شرايين العراق وأوردته، بما لا مزيد عليه بأن العراق اليوم ليس سوى معسكر حربي متقدم لإيران،
وأن صواريخها وطائراتها المسيرة ليست غائبة عنها؟ يدير القصير في العراق حزام بغداد نموذجا، هذا عنوان مقال نشره موقع مركز راسام للدراسات للكاتب حسين صالح السبعوي، وقد جاء فيه: عرف العراقيون ظاهرة التهجير القسري بعد الاحتلال الأمريكي سنة 2003، والتي يعدها القانون الدولي جريمة ضد الإنسانية، وقد تعرضت منطقة حزام بغداد خصوصا لهذا النوع من التهجير. يكون التهجير القسري إما مباشرة، أي ترحيل السكان بالقوة، أو بطريقة غير مباشرة عن طريق دفع الناس إلى الرحيل من خلال استخدام وسائل الضغط والترهيب والاعتقال والتهديد، كما يحدث الآن في حزام بغداد. تسكن حزام بغداد عشائر عربية سنية من جهة الجنوب من بغداد، وأهم هذه العشائر هي عشيرة الجنابيين وعشائر الجبور والدليم وبني تميم وخزاعة وبني خالد وبني سعد وعشائر أخرى، وتتوزع هذه العشائر في قضاء المحمودية والمدن والقرى التابعة لها مثل ناحية اللطيفية واليوسفية وناحية الرشيد. عانت منطقة حزام بغداد شمالا وجنوبا من عملية اضطهاد وتهجير ممنهجة بدأت بعد الاحتلال الأمريكي ووصول القوى والأحزاب الطائفية إلى سدة الحكم، وقد استخدمت كافة الوسائل لتهجير السكان فيها سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة مثل الاعتقال والضغط الأمني والتهم الكيدية والابتزاز. يقول النائب مظهر الجنابي إنه في شهر أيلول فقط من سنة 2013 هجرت 100 عائلة من ناحية اللطيفية لوحدها بسبب العنف الطائفي. أما منطقة جرف الصخر فقد هجر السكان فيها على بكرة أبيهم وبطريقة مباشرة من قبل الميليشيات الطائفية وخاصة حزب الله منها، واليوم يعيش سكان هذه المنطقة في مخيمات الحبانية ومخيم عمرية الفلوجة منذ أكثر من 6 سنوات. إن جريمة التهجير والتغيير السكاني في العراق مستمرة ولم تتوقف، وهي لم تقتصر على مناطق حزام بغداد فحسب، وإنما شملت جميع المدن المعرضة للتغيير الطائفي أو العرقي، سواء أكان ذلك في بغداد أو ديالى أو صلاح الدين أو الموصل أو كركوك أو غيرها من المدن. بعد أسابيع من الغزل المتبادل بين طهران وواشنطن، فجأة وما إن دلف جو بايدن إلى البيت الأبيض، أخذت الإشارات الإيجابية تنحسر وتحل محلها بوادر تصعيد وتهديد متبادلين. فقد أخذ المسؤولون الأمريكيون يطالبون طهران بوقف الأنشطة النووية والعودة إلى الالتزام بمقتضيات الاتفاق النووي، في حين جاء الرد الإيراني سريعا أن على واشنطن أن تعود إلى الاتفاق لأنها خرجت منه، وعليها أن تعود أولا، وهذا ما جاء في مقال للكاتب سامح راشد في صحيفة العربي الجديد. سواء كان القصف داخل سوريا أم داخل أراضي العراق، المهم أن الهدف كان معلناً وهو أدرع إيران العاملة في الميدان السوري. وفيما بدا واضحاً أن تلك الضربة رد مباشر على قصف مطار أربيل، لا يمكن اعتبار تلك التحرشات المتبادلة متعلقة بالعراق حصراً بوصفه ساحة وحيدة للتراشق وعض الأصابع، بل على العكس، ربما كان العراق هو آخر تلك الميادين التي يمكن للطرفين خوض معاركهما فيها، إلى حد يمكن معه اعتبار تلك بداية خجولة لمزيد من المشاكسات في نقاط أخرى. ولكن لأن تلك النقاط أكثر قابلية للاشتعال وربما تفجير الموقف الإقليمي ككل، فإن اختيار العراق بداية يعكس في التحليل النهائي رغبة متبادلة في أن يكون الاشتباك محدود النطاق ومدروسا بدقة، خصوصا أن التعقيدات المصاحبة لنقاط الاشتعال الأخرى سيما في سوريا واليمن تخرجها من الدائرة المحدودة لعض الأصابع، فهي كفيلة بتفجير الشرق الأوسط كله في أيام قليلة.
كما أن لعبة الشد والجذب الجارية حاليا ليست بهدف تحصيل مكاسب مباشرة في هذا الملف أو ذاك، وإنما لتحسين المواقف التفاوضية في المسار الأساسي للعلاقة بين طهران وواشنطن، وهو مسار البحث عن تفاهمات وليس قطع الطرق المؤدية إليها. وهكذا دخلت إيران والولايات المتحدة الأمريكية في سجان تصعيدي مفهوم ومسوغ في ظل الحرص الشديد منهما على رفع سقف المطالب التفاوضية قبل أن يبدأ التفاوض الرسمي، ولكن السخونة التي تغلف الأوضاع في الشرق الأوسط نقلت التصعيد المتبادل في الخطاب إلى منطقة الفعل ورد الفعل العملي وليس الكلام. تحت عنوان في مخيم بلاطة يجري الاستعداد لمعركة الخلافة في حركة فتح، هكذا عنوان صحيفة لوموند الفرنسية، وذكرت أنه منذ بدء فصل الخريف يعيش مخيم بلاطة، وهو أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، يعيش على وقع حالة من الغليان بسبب رفع السلطة الفلسطينية وتيرة الاعتقالات في هذه المنطقة التي أنشئت للاجئين بعد حرب 48 و900 ألف، إذ يتجمع 27 ألف شخص في أقل من كيلومتر مربع واحد. داخل الحزب الحاكم حركة فتح طفى على السطح من جديد صراع خافت بين القيادات مع اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية في مايو أيار ويوليو تموز المقبلين، وهي الانتخابات الأولى في فلسطين منذ عام 2006. وتراقب أجهزة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الوضع بقلق، إذ تتوقع بدايات صراع عنيف داخل حركة فتح في ظل عدم توافق الحركة على اختيار خليفة لرئيسها محمود عباس البالغ من العمر 85 عاماً والذي ليس له وريث طبيعي. وتتوقف الصحيفة عند الوضع في شوارع مخيم بلاطة، مشيرة إلى أن التوترات في المخيم أدت إلى وفاة الشاب حاتم أبو رزق في تشرين الأول أكتوبر عام 2020، وكان ضحية شجار بين عائلات متناحرة. وبحسب محافظ نابلس إبراهيم رمضان، فإن الشاب قتل إثر عبثه بمتفجرات، لكن رفاق الأخير يؤكدون أن عملية اغتياله كانت مدبرة من قبل الشرطة الفلسطينية. ويرى محافظ نابلس أنه من المحرج إعطاء محمد دحلان قدرا كبيرا من الأهمية، فهو لا يرغب في المبالغة في تقدير الاضطرابات التي تشهدها مدينته. وتساءل المحافظ: لماذا نخاف جميعا من دحلان؟ إنه فزاعة، نحن من ضخمنا صورته، إذ إننا نلومه على ما لا يمكننا مواجهته. تحت عنوان شركة تركية تبتكر كمامة إلكترونية ضد كورونا، إذ نجحت شركة تركية تعمل في مجال الاتصالات وصناعة الطيران والفضاء والدفاع، نجحت في ابتكار كمامة إلكترونية تسهم في القضاء على الفيروسات وتوفر حلولاً للحاجات التي نشأت بسبب تفشي جائحة كورونا. وقال المدير الإقليمي لشركة تي أي أف في العاصمة أنقرة بولند إشق، قال إن شركته التي أسست في عام 2003 هي في الأصل شركة تكنولوجيا توفر حلولاً متطورة في مجالات مختلفة. وذكر إشق أن شركات تعمل في مجال الاتصالات السلكية وغير السلكية والطيران والفضاء والصناعات الدفاعية، وتصدر منتجاتها إلى 70 دولة. نبقى الآن مشاهدينا مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية.
بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين، في رعاية الله.